القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. عدد من عناصر الأمن الذين أصيبوا في درعا وصلوا إلى مشافي السويداء وتم تقديم العلاج اللازم لهم، وأكد المصابون بأنهم لم يكونوا يحملون سلاحا ومهمتهم حماية المصلين. الدكتور أمين بدري مدير صحة السويداء، أهلا وسهلا بكم. اليوم بتحكي لنا الحالات اللي وصلت لنا على المشفى. نعم، أهلا وسهلا بكم. في هذا اليوم وردنا 30 إصابة، معظم هذه الإصابات أتت بطلقات نارية بالأطراف العلوية والسفلية، وأربع شهداء رحمهم الله وجميعهم من عناصر الأمن. جميع هذه الإصابات كانت من عناصر الأمن وليس من المواطنين العاديين، والحقيقة كانت الإصابات مميتة بالشهداء وكأنها قنص من الخلف، إما في العنق أو في الصدر أو في الأطراف العلوية أو السفلية. معظم هؤلاء الجرحى الآخرين تم إسعافهم وتقديم الإسعافات اللازمة، وهناك عمليات تم إجراء فتح بطن مع فتح صدر للإصابات المصابة بمقاذيف بمقذوف واضح، ومعظمهم رجال الأمن. بهذا اليوم نقول لسيد الوطن، نحن معك بوقت الفتنة والقضاء على هذه الفتنة والعصابات، ونتمنى لوطننا الأمن والاستقرار، وشكرا. مساء الخير، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، مساء النور يا هلا. الله، ممكن تحكي لنا شو صار معك اليوم؟ مثل العادة طلعنا نفك متظاهرين، شايفين أعزل ما في لا سلاح ولا شيء، تفاجأنا بالوضع أنه زعران وخربين بالروسيات والشاشات، والحمد لله هيك هاي طلق ناري من الجهة الأولى للجهة الثانية. نحن نطلع لحتى محافظين على هالوطن، كل مرة بيطلعوا علينا بالسلاح وبالحجار وتلقينا مثل ما أنك شايف كسر، واطلقوا علينا نار ما بنعرف منين جينا، النار والحجار. نزلنا لحتى نحمي المتظاهرين، اطلع على التظاهر، اجى شوي شله زعران، اول شيء رجمونا بالحجار، بعدين صار يضربونا بالرصاص من كل الجهات وتصوبنا. اخي الكريم، مثل ما بتعرف نحن عايزين مثل بقيه الايام لنحمي متظاهرين من اي بعض جماعات مندسه مخربه تفوت بيناتهم، وتعليمات السيد الرئيس ممنوع اطلاق النار، والضباط اللي معنا مو ممنوع اطلاق النار بل ما بخلونا نصطحب اسلحه على مكان التظاهر. ما اصطحبنا اسلحه، ما اصطحبنا عصاي معنا، رايحين هيك لن نحمي المتظاهرين. المندسين والمتخربين مثل ما بتعرف من المخربين انتغلوا خروج العالم من المسجد، خلوا العالم لتخرج من المسجد وصاروا يطلقوا علينا النار. اجت مجموعه من الاصابات، طلق ناري بالصدر بالبطن بالخاصره بالفخذ بالساق، طبعا الاغلب بالعمليات شغلوا عمليات اسعافيه وامورهم كلها جيده، في قسم علاج محافظ وقسم يعني حتى العير الناريه كذا كلها عمليات بشكل تام. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا رب. شفناك هسه من شوي طالع من غرفه العمليات، ان شاء الله الاصابه مش، وبتحكي لنا شو صار معك اليوم. اول شيء الحمد لله على كل شيء، واول شيء قبل الكل بوجه تحيه للرئيس الدكتور بشار الاسد، والله يخلي لنا اياه ويطولنا بعمره. وثاني شيء التصرف اللي تصرفوه بوحشيه وهمجيه، كانوا يطلقوا علينا الرصاص بالرشاش وبالقناصات، ما مو مبينين هنا، كانوا ملسمين. كنت ماشي، طبعا احنا عاطينا تعليمات انه ممنوع اطلاق النار. صادفنا انه يطلعوا لنا شي 10 معها الرشاشات ومسدسات، اكلت طلقه باجري اليمين من الخلف. أمن الرقيب طلال محمد سخية الذي استشهد أمس في محافظة درعا فقد تم تشييعه في قرية الكافات بمحافظة حماه في موكب مهيب. استقبلت قرية الكافات في حماة شهيدها الرقيب طلال محمد سخية الذي استشهد في محافظة درعا على يد العصابة المجرمة، وهو يقوم بواجبه الوطني في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم. الحمد لله استشهد في سبيل الوطن، هو تطوع مشان يدافع عن الوطن، لكن شو تطوعه؟
جوزي راح في ده الوطن، بس أنا بتمنى أعرف مين اللي قتله، لأن أنا متأكدة إنه مؤهل درع اللي قتله، اللي قتله عالم من برا. وقد شيع يتمنه الطاهر في موكب رسمي وشعبي إلى قرية الكافات وسط هتافات المواطنين بحياة الوطن، والذين أطلقوا العهد الدائم على تقديم الأرواح الزكية الطاهرة في سبيل عزة الوطن وكرامته. سوريا بشار وبس، الله سوريا بشار وبس، الله سوريا بشار وبس. كما أيادي الغدر والإجرام امتدت من محافظة درعا إلى اللاذقية، ما تسبب بوقوع عدد من الجرحى، كما شيعت مدينة اللاذقية أحد رجال حفظ النظام من أبناء محافظة رقة. العصابات المسلحة والتي يبدو أنها ما زالت في محافظة اللاذقية، ساءها أن يمر يوم الجمعة الماضي دون حوادث تذكر، وأن يمضي أهل اللاذقية عطلتهم بسكينة، فتحركت تحت جنح الظلام لتنشر الرعب والقتل، مستهدفة الأهالي ورجال الأمن على السواء، الذين استشهد بعضهم وأصيب البعض الآخر. طلعوا بعد الجمعة، فاتوا شوي بالشوارع، وراحوا قعدوا بمكان عند بن العلبي، تموا للساعة 12 بالليل، عددهم كانوا شي 200 سلبية. للساعة 12 بالليل قلنا نروح نرجعون على بيوتهم، ما حسينا إلا بعد ما وصلنا عندهم كل مين طلع على بيته صار يضرب علينا بالرصاص. لمفتنا بحارة زدتوا قنبلة دفاعية، زدتوا نزلت من البيوت، انبعتت من البيوت. إلى ما نزلت أول شيء ما عرفناها شو هي، فجرت بلشت الشظايا تطلع. إلى ما تخبينا هون، نحن ما تجمعت، صار في تجمعات هون، بلشوا الرش. وهي أسرع نصبت هون بطني، هذا هو كل شيء صار. أنا اسمي فواز يعقوب من الأمن، كنا بمهمة رسمية، زلنا نفض الشغل، ما شفنا غير إطلاق النار، جتنا رصاصة ما بعرف وين جتنا، البناية بنايات رصاص مسلحين ما بعرف، ما شفت حالي غير هون آخر شيء. الإصابات اللي وردت لمشفى الأسد الجامعي البارحة مساء بعد منتصف الليل بالواحدة، ما يقارب الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بدأت تتوارد إصابات، وردت 7 إصابات كلياتهم من عناصر القوى الأمن الداخلي، فكان منهم إصابتين خطيرات، هذون تم إدخالهم إلى غرفة العمليات واستمرت عملياتهم ساعات مطولة، واحد منهم ما زال ضمن العناية المشددة وأعتقد وضعه الصحي سيء جدا. ها هي أحدى ضحايا يد الإرهاب والجريمة، الشهيد محمد محمود الخلف الذي شيعت جنازته من مدينة اللاذقية اليوم إلى مسقط رأسه في مدينة الرقة. عندما تتكلم الجراح تقف العيون حائرة، رصاص غدر لا يفرق بين طفل أو رجل أو امرأة. أول شيء طلعنا على سطح البيوت ما شفنا، بس سمعنا صوتهم، بعدين جينا على الشارع تفرجنا عليهم، كانوا بس عم يتظاهروا. وقت جينا على البيت صرنا نسمع صوت أوسك إنه صار يقوصوا، وشمينا ريحة حريق ما بعرف شو كان عم يحرقوا. رحنا على رحت بيت خالتي، جيت ما كان في شيء، يعني ما عاد سمعت لا صوت رصاص ولا شيء. طلعت على السطح ما شفت غير إنه صار يقوصوا هيك، وأنا نازلة جت صابتني الطلقة. وين جتك الإصابة؟ تحت صدري. تقريبا ظهر، طلعت بدي اروح على بيت زميلي، يعني ساكن نفس الحاره بس لقدام شوي. تقريبا بينه منطقه؟ هلا انا بالزهره وهو ساكن فوق صوب الاسكان العسكري او شيء هيك. رحت وانا على الطريق، صرت تقريبا براس الشارع عنده، سمعت صوت اطلاق نار، انا ما عرفت منين المصدر يعني، بس احتميت صفت بالحاره عنده يعني. قبل ما فوت بالحاره يعني براس حاره تقريبا شوي، انا عم ركض اجت رصاصه برجلي. فتلة جوا، كان طلع هو أهله كذا، أخذوا نقلوا إلى المشفى. عرفت مصدر الطلق منين؟ أنا وقت الحدث لا سمعت صوته بس هلا عم يقولوا لي إنه كان سيارة عابرة هي عم يطلق نارا فيها سائق. مهمتنا كان بلغونا إنه في شباب قاطعين الطريق على العالم، ما ميخلوهن يمبو. توجهنا لين منطقة باب السباع.
توجهنا لهنيك لوين هون قاطعين الطريق وما بيخلوا العالم تمر. حاولنا نفوقهم يعني ما يعني وما في تعليمات انه معنا انه نقتحم او كذا او انه نفوقهم ما في معنا لا سلاح ولا شيء. بلشوا الناي اجتنا طلقات هنا بايدي جابوني لهون على المشفى. طبعا بعد الساعة 2:30 بلشت الاصابات تيجي لعنا وكانت اكثرية الاصابات طلق ناري. اكثريتها شب بالساق باليد واصابات بالبطن. كان عندنا شيء 5 حالات اصابات بالبطن وشيء اصابتين بالصدر وبالاضافه 2 بالراس بالحنايه المشدده وما تبقى ردود عامه يعني بس كلها اصابات بالذاكره. عدد الاصابات تقريبا فوق 40 حالي. مع كل قطره دماء تسقط هنا او هناك يولد شهيد جديد كتب على روحه سوريا بلد العز والتضحيه والوفاء. إن ظن من يقتل العزل ويروع الأمنين ويحرق المرافق العامة ويعيث فسادا إن ظن أنه بمنأى عن الحساب فهو واهم، فعدو الوطن والمواطن لن يلقى مجيرا له. لم ترق لهم مبادرات الإصلاح فعاثوا ترهيبا وتخريبا وفوضى، وبعد أن تعروا أمام كل أبناء سوريا وكشف خبيث النوايا كان لابد وضروري عدم التهاون أو التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن. أن تطلب واجب وحق، ولكن أن يستغل الطلب للقتل والإجرام فهذا عداء للوطن والمواطن ومرتكبه عدو الوطن والمواطن. وفي ذمة كل شخص منتم إلى سوريا مسؤولية زيادة تعريتهم. هكذا أرادوا أن يستغلوا ويشوهوا صورة درعا، والحصيلة 19 شهيدا وعشرات الجرحى وحرق ممتلكات كانت للخدمة العامة. وهكذا اندسوا في حمص، تلثموا وتسلحوا، وبما أنهم لا غاية لهم إلا الفتنة أطلقوا النار عشوائيا ولتصب من تصب لا فرق. استغلوا منع رجال الأمن من استخدام السلاح فتمادوا بالاعتداء على حماة الوطن وأبنائه، فكان حتميا إعادة الأمور إلى نصابها المنطقي أمنيا وشعبيا، كون عصابات الإجرام نست أن الدم الذي يسري في عروق المواطنين والمتظاهرين ورجال الأمن هو دم سوري واحد. حلب تشيع شهيدين من قوى الأمن الداخلي الذين سقطوا بنيران المسلحين في درعا. شيعت حلب اليوم جثمان الشهيدين محمود أرملة من مدينة حلب ويوسف عبد الله من قرية غنما شرقي حلب. شهيدان سقطا على أيدي مجموعة مسلحة بينما كانا يعملان على حماية إخوتهم في مدينة درعا. ففي حلب وفي منطقة الكلاسة تم استقبال جثمان الشهيد محمود أرملة الذي انضم لإخوته من شهداء الوطن. الحمد لله رب العالمين، ابني طلع يؤدي واجبه تجاه الوطن وراح شهيد في ذا الوطن، ويعني وقد الفتنة والحمد لله رب العالمين. إيش من الله أجا خير، الحمد لله رب العالمين. احنا أرواحنا كلياتنا في ذا الرئيس وفي ذا البلد وفي ذا الوطن وفي ذا إيقاد الفتنة. الأرض ما بطار زمارة على الدماء وشهداء، ما بطار الأرض زمارة على الدماء وشهداء. طهر الأرض لك أمين، طهر. نحن نفدي الوطن بدمائنا كلياتنا. سيادة الرئيس قال إنه الله سوريا وشعبي وبس. طوارئ أمن المواطن والبلد، أمن البلد ومن المواطن. ما بقى بدنا، ما بقى بدنا هدول مندسين إيش ما بدهم خلاص، وهدول عبنادوا بالديمقراطية وبالإصلاحات إيش بدهم، هاي عم بتصلحوا كل شيء كل يوم مراسيم جديدة إيش بدكم حاج، دا تقتلوا أولادنا كمان حاج. نحن مننزلكم نحن. ما بقولك كلمتين واحدة بس، إنه محمود في ذا الوطن وكلياتنا في ذا الوطن. الله يعطيكم العافية. وأرواحنا ودماؤنا في ذا هذا الوطن، ونحيي كليتنا مع الدكتور بشار الأسد، ولنفرجيهم هالعملاء هالداخلين لهذا الوطن إن شاء الله بننتصر عليهم. وهدول كلهم أعداء هذا الوطن مرتزقة، ونحن
بدك منا ينعاد الامن للشرطه وتعزز الشرطه